اليوم راح احكي لكم قصة انا مخبيتها تقريبا لمدة سنتين. انا ابدا ما حكيت عن هذا الموضوع نهائيا، وكمان راح نروح لعند الدكتور اليوم ونعمل الفحص. بقى اليوم حنعمل الفحص وحتطلع نتيجة الفحص. انا كل 6 شهور بعمل هذا الفحص. بقى انا لهيك اليوم قررت اني اصور هذا الموضوع معكم، لانه يس اليوم صار موعدنا لحتى اعمل الفحص ونعمل تصوير وتطلع النتيجة ونشوف اذا في شيء خطير، لانه اذا طلع في شيء خطير للاسف بدي اعمل عملية. بقى كل هاد رح يصير بفيديو اليوم. مثل ما بتعرفوا فرحي كمان لازم تعرفوا الشغلات اللي انا بمر فيها. بقى انا بس احكي لكم انا برتاح الصراحة، وبحس انه انتوا رح تكونوا جنبي وتدعوا لي وتكونوا معي وتوقفوا جنبي على الحلوة وعلى المرة وعلى القصص هيدي. صراحة انا ما كثير بعرف من وين بدي بلش، لانه هو شوي موضوع محرج. خليني اول شيء بلش لكم بالقصة كيف بلشت. بلش هذا الموضوع معي من 2 تقريبا. طبعا انا عم بحكي لكم هذا الموضوع لحتى انتم تنتبهوا على حالكم، تنتبهوا على امهاتكم، على اخواتكم، ويصير عندكم وعي وثقافة بهذا الموضوع، لانه هذا الموضوع جدا مهم وخطير بنفس الوقت. طبعا انا اذا بدي احكي لكم شو صار معي وشو حسيت وشو الفزع والخوف اللي مريت فيه ما رح تتخيلوا. رح احكي لكم هذا الموضوع بقصة مختصرة جدا، تمام؟ انا اكتشفت هذا الموضوع، رحت عند الماما قلت لها ليكي انا حاسة انه انا عندي كتلة بالثدي عندي. قالت لي وين وما وين وورجيني والقصص هيدي. طبعا شافت هذا الموضوع، طبعا الكتلة هيك بتطلع هالقد، تمام؟ صار على الخوف يلي عندي ترتفع حرارتي، صرت استفرغ، يعني ما بتتخيلوا شو صار. والمشكلة كانت الدنيا عيد وكان كل الدنيا مسكرة، وكمان انا كنت بشاليه بعيدة عن طرطوس، ما كان في لا مشافي ولا القصص هيدي، مع انه انا نزلت اهلي تاني يوم الصبح على طرطوس ودغري اجينا لحتى نروح على المشفى ونعمل فحوصات اللازمة. طبعا بهال 24 ساعة انا حرارتي كانت مرتفعة ما بتتخيلوا قديش، دواء ورا دواء، ابري ورا ابري. انا طبيعتي انه انا بس خاف وهيك بصير استفرغ، معدتي بصير توجعني. بهال 24 ساعة ما بتتخيلوا بشو انا مريت. طبعا مو بس انا، امي، اهلي، اخواتي اللي كانوا معي كلياتهم مروا بنفس الشيء اللي انا مريت فيه، لانه فجأة ظهرت كتلة من العدم وانا بدي اروح افحص لاعرف شو هي هيدي الكتله. وطبعا مثل ما بتعرفوا انتم انه للاسف سرطان الثدي كثير منتشر بين النساء، يعني مثل ما بتعرفوا حتى بالرجال يعني. فهذا الموضوع كان دائما ببالي. تاني يوم الصبح نزلنا على طرطوس، رحت لعند الدكتور فحص لي اياها هيك باللمس وهالقصص هيدي، قال لي ضروري لازم تروحي تعملي ايكو تصوير. طبعا بعتني على تصوير ايكو، بعتني على تصوير ماموغرافيك، لا هدول 2 بس، يس بعتني على هدول 2 تصوير. طبعا انا بالتصوير يعني انا رحت يعني حسيت من طريقه حكيه انه لا في شيء خطير انه لازم تروحي تصوري، بس بنفس الوقت عم يقول لي ما تخافي، وبنفس الوقت عم يقول لي لازم تروحي تصوري لحتى نتاكد وهالقصص هيدي. بقى انا يعني ما بتتخيلوا هالعشر دقائق من عنده لعند التصوير مسافه الطريق كنت عم حس السني، لانه الافكار عم تاخذني وتجيبني. كانت كثير صعبة هذيك الفترة بالنسبة لي. المهم رحت أنا والماما لعند تصوير الأشعة، صورنا ماموغرافيك. طبعا تصوير ماموغرافيك جدا صعب وجدا موجع، يعني قد ما قلكم إنه بيوجع كثير بيوجع. وكمان عملت إيكو. يلي عم تعمل التصوير بتحكي عن النتيجة بنفس الوقت، بقى هي عم تقلي ايه موجود كتلة هون، عم يجعك تحت القبط وهالقصص هيدي. صارت تسألني اسئلة كتير بتخوف، وانا من النوع يعني اي شيء بيطلع بجسمي بروح بدور على الانترنت، بقى بعرف كل الاعراض، يعني اذا معي شيء خطير بعرف الاعراض. بقى هي وقت صارت تسألني عم يجعك شيء تحت القبط وهالقصص هيدي صرت خاف اكتر، لانه هذا الموضوع بدل على انه كتلة سرطانية. بقى هي وعم تفحصني صارت تقلي انه ايه كارولين موجود كتلة سرطانية ولكن هي حميدة، ما تخافي لا تفزعي ولا اي شيء، لا تفكري باي شيء، الموضوع سليم 100%. انا هون بنفس الوقت خفت وارتحت بنفس الوقت. طلع التقرير وهالقصص هيدي انا مرتحت من جواتي، قلت لها للماما بدي روح على اهم دكتور موجود هون بالاورام وهالقصص هيدي. رحت انا على دكتور تقريبا بيجي من اللاذقية يوم او يومين بالاسبوع، بتوقع بهديك الايام انطرنا اسبوع لحتى اجا، اخذت موعد ورحت لعنده، ورجيته الصور، ورجيته الماموغرافيك، ورجيته الكتلة اللي بجسمي. طبعا هذا الانسان او هذا الدكتور كتير 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 ريحني، لانه هو باليوم بيعمل كذا عملية وكتير فهمان وكتير شاطر. بقى هو الصراحة كتير ريحني وكتير فاقلني عن هذا الموضوع.
انا كان بس كل همي اني انا اساله الدكتور انه هيدي الكتله ممكن تتحول وتصير كتله سرطانيه خبيثه ويصير القصص هيدي. بقى هو صار يقول لي انت كل شيء عليكي انك تراقبيها كل 6 شهور، واذا كبرت سنتي انت خلص شيليها. بس انا متاكد وضمنيا من جوا بقول لك انه هيدي الكتله مستحيل انها تتحول، ومستحيل يعني ما بنتوقع انها هي تكبر. بس انت اللي عليكي انك تروحي كل 6 شهور وتفحصيها، واذا كبرت ربع سنتي بتقدري تشيليها باريحيه وما عليكي ولا اي شيء. طبعا هي كتله هيك محجره دائريه، قال لي لو انها ما انا دائريه وهالقصص هيدي بقول لك انا ممكن انها تتحول لشيء ثاني. بس انت اذا كبرت لا خلص معناتها في شيء ما انه طبيعي ولازم تشيليها. بقى هيك هو قال لي الدكتور. انا بصراحه كتير ارتحت. بقى انا فحصتها اول مره، بعد 6 شهور رجعت فحصتها، هيدي فحص ثاني مره، ورجعت فحصتها ثالث مره ما كبرت ولا اي شيء، واليوم حنروح نفحصها. بقى بيكون انا صرت فحصتها 3 مرات لحتى نشوف اذا فيها شيء ولا لا. حنروح سوا على الدكتور، وانا بصراحه متوتره دائما بهذا اليوم، انا كثير بتوتر وبخاف لانه ما بعرف شو ممكن يصير اذا طلعت لا سمح الله فجاه تحولت او هيك او فجاه كبرت. بصراحه انا خايفه، تمام، انا بتوتر بهذا اليوم، وانا بشكل عام كثير كثير بتوتر من شيء له علاقه مرض وهيك، يعني ما بحبه ابدا. وبتمنى من الكل انه هذا الموضوع لازم يوعيكم، وكمان ما بدي اياكم تخافوا مثل ما انا شوي، يعني انا شوي بخاف، تمام، ما بدي اياكم تخافوا من هدول المواضيع. اي شيء بينحل اذا اكتشفتوه من اولته. هلا حنروح سوا ونعمل صورة الإيكو ونشوف النتيجة شو راح يقول لي الدكتور، اذا راح يقول لي لازم تشيليها ولا لازم تتركيها. انا بتمنى يكون خير، ادعوا لي. هي واحد. اثنين، اذا طلع في شيء لا سمح الله اعتبروا انه هذا اخر فيديو لإلي، مثل ما نعملكم انا اذا بصير معي هيك شيء، انا راح اعتبر انه هذا اخر فيديو لإلي. ما بدي الطاقه السلبيه تكون موجوده هون، لا، نحن بدنا نتفائل خير ونروح على الدكتور ويطلع ما في شيء، تمام. وانا هيك دائما بفكر وبحكي مع حالي. بقى يس، خلينا نروح على الدكتور ونشوف شو رح يقلنا. الطقس هلا صاير هون بسوريا كتير حلو، خاصة يعني انا اني عايشة بطرطوس. بعرف انه هلا بجوز انتم مستغربين انه انا ليش عم بحكي عن الطقس وعندي فحص ولا قصة هادي، بس لا، انا متفائلة خير وعندي ايمان بالله كتير كبير انه ما رح يكون في شيء. بقى يس، هلا صار وقت الجد. هلا فاطمة الدكتور، يعني في شيء سيء صاير، وفي للأسف كتلة واحدة جديدة، هذا الشيء يعني ما كتير طمني. بس كمان في شيء بيطمن إنه خلي ما بنتوقع إنها هي تتحول لشيء. أنا كتير متفائلة وكتير يعني عالي، أنا طبعا متوتر شوي. بس لا، يعني لا ان شاء الله ما رح يصير شيء، رح كمل حياتي طبيعي. ممكن 6 شهور فحصها كالعادة. بس امين العالم. اوكي جايز، هي هي النتيجه اللي طلعت وهي الصور. اتوقع انا ما اغلبكم رح يعرف شو يعني، بس هي هي الكتله. هون في كتله وهون هي الكتله وهي الكتله. طبعا هو عامل التقرير هون مثل ما كنتم شايفين. بقى عندي وحده 15/7 وعندي وحده 7.3/3.5، هيدي الجديده، تمام، هيدي اللي طالعه الجديده اللي خبرتكم عنها. ما بعرف ليش طالعة جديدة، بس المهم نحن علينا أن نراقبها كل 6 شهور، وأكيد رح خبركم بالأبديتس
دائما بقى بدي من كل شخص عم يحضر هذا الفيديو لا تخافوا من اي نتيجة من اي فحص. المهم انتو لازم تروحوا اذا حسيتوا باي شيء تافه وصغير لازم تروحوا على الدكتور وتفحصوا حالكم، لانه ممكن تكونوا بشيء ونصير بشيء تاني. الحمد لله انا كثير رضياني عن النتيجة اللي طلعت، صح انه في وحدة جديدة بس عادي مثل اللي قبلها. المهم انه ما يكبروا او يتحولوا لاي شيء. نحن رح نراقب هذا الموضوع سوا اكيد. مثل ما شفتوا انا دائما متفائلة، دائما عندي ايمان بالله كبير، وكمان انا ما بحب انشر السلبية. اهم شيء بدي اياكم انه تنتبهوا على حالكم وتضلوا جنب اهاليكم وبس. ما بعرف هيك بحس انا بس نحط بهيك مواقف بصير كثير حنوني مو اوكي ما بعرف. المهم في خبر كثير حلو ويلي هو انه انا رح احاول اني انزل 3 فيديوهات بالاسبوع لمدة اسبوعين. اذا هيك حسيت بنشاط منكم وتفاعل قوي وهالقصص هيدي رح ضل بكفايتها لمدة شهر، تمام؟ حيكون في مقالب، حيكون في تحديات، حيكون في كتير شغلات. بقى اللي ما اشترك بالقناة ينزل لتحت يشترك بالقناة. وبحبكم كلياتكم، وكالعادة كارولين تيم هو الأساس، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي. انشروا الإيجابية ما تنسوا. باي. أنا الأساس.